بكام الجيلاتي بسكويت لو سمحت؟ البولة بعشرين جنيه. بولة؟ هتبط الفيلم عادية جدا. دي واحدة ست قررت ان هي تنزل تشتري ايس كريم لابنها، ما عندهاش اي طلبات صعبة خالص، فلما نزلت واجهت معاناة غير عادية. ايه اللي انت عملته في نفسك ده يا عمرو؟ ينفع كده توسخ نفسك؟ معلش والنبي معيش جنيه فكه، والواد اديك شايف وقع نفس الجيلاتي وانا محتاسه بيه. محتاجه اقعد مع امهات كتير قوي علشان اتعلم منهم. الامهات كلهم حقيقي ساعدوني وحقيقي كانوا بيساعدوني بحب قوي، وده اللي شجعني ان انا اعمل الفيلم، حسسوني ان هم معتمدين عليا. الامهات البطل الحقيقي فعلا. ما كنتش متوقع ان وانا لسه متخرج من الجامعه من حوالي سنتين يعني ان مثلا واحده زي نهد السباعي تمثل في فيلم قصير انا كاتبه، وان الفيلم يتعرض في مهرجانات عالميه في فرنسا والاردن و مصر في جونة وفي فلسطين. هو كان اتقابل في مهرجان في الأقصر بس بسبب كورونا كان المهرجان أصلاً اتلغى، فكنت متخيل إن احنا بقى مش هنسمع عن عروضه في أي مهرجان قريب. فدي كانت مفاجأة صراحة كبيرة جداً بالنسبة لي إن هو اتقابل في مهرجان وفي سويسرا، يعني كانت بصراحة حاجة تبسط. دعم اليونيسف للاتحاد الاوروبي انه نعمل فيلم نوصل فيه حاجه زي كده او حاله او او او, أو الاحاسيس اللي الامهات بتحسها، ده حاجه عظيمه. انا بالنسبه لي يعني اكتر حاجتين الانسانيه والسينما دول بالنسبه لي حاجه واحده، فيونيسف هي مؤسسه كبيره وبتدعم ده. We have been really excited by the idea when UNICEF brought the idea to us on how we can also make together and support the a short film that will have those messages, messages of tolerance, of participation, of acceptance, but also of hope. Not everything is bleak, there is always hope.